في المناسبات السعيدة كحفلات الزفاف والحناء والختان يظل القفطان يفرض نفسه على المرأة المغربية وكذلك الجزائرية والتونسية، لكن قبل أن ترتديه النساء في القرن 17 تقريبا كان القفطان حكرا على الرجال فقط، وسرعان ما تخلوا عنه ليرتدوا الجلابة وتركوه للنساء. من أين أتى القفطان إلى المغرب؟ لنشاهد. القفطان كان غير للرجال فقط، كان بالنسبة كان للرجال، ومع مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك ليجيبت للجزائر دخلتنا الثقافة ديال القفطان اللي هو كان بوغ لي زوم. من بعد واحد المدة دخلتنا الثقافة ديال القفطان اللي حنا قبطناها أصلا، بقات عندنا